نصيحتي للعرايسات ديال 2018 هو انني تنصحهم يحاولوا يلعبوا المكياج السامبل، اي حاجه خفيفه. وانا في نظري كخبير تجميل كيعجبني العروسه تكون بشعر مطلق، يعني فاش يكون الشعر مطلوق كيجي مع البلدي هماوي، كتبان العروسه شي حاجه. لي شينيو كاينين، ولكن حنا لي شينيو عفتونا مع النقافات وداك الشيء كتحيد كشيطه ودير كشيطه كتخسر لك الشينيو، كتولي كلها مخربقه. انا جو بريفير العروسه تكون بشعر مطلوق، وتبارك الله الشعر مطلوق ماشي فيه بوكلي ولا ويفي ولا هذا سامبل، فيه تبارك الله بزاف باش تلعب على الوجه ديال العروسه. وتبارك الله كتجي ولا لاحظتي كتدخلي لي باج ديال الانستغرام، فاش تلقاي عروسه بالشعر مطلوق كتجيك هماويه مع خيط الريح ومسائل هذا، فاش تكون شينيو كتكون عاديه. ضروري كيبان لك الديفو، اما كتكون مايله لليمين اما لليسار اما مشوكه اما هذا. ومن هذا المرات نقول نقفت كيسو على الشعر على لي شينيو. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.